بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والخمسون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك، خطاب لنا جميعا كل فرد فرد على حدة، لو أنك لا تصل إليه أي إلى الله إلا بعد فناء مساويك ومحاوي دعاويك لم تصل إليه أبدا. ما الفرق بين المساوئ والدعاوي؟ هاتان كلمتان موجودتان في هذه الحكمة: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك، ما هي المساوئ؟ ومحو دعاويك، ما هي الدعاوي؟ المساوئ هي السيئات التي يتورط فيها أحدنا، المعاصي، المحرمات المختلفة سواء منها الصغائر أو الكبائر على اختلافها، هذه هي المساوئ. وأما الدعاوي فهي عبارة عن اعتداد الإنسان بما قد يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعات. التزم زيد من الناس أوامر الله وأخذ يتمسك بالواجبات التي كلفه الله بها، يعود إلى نفسه فيرى أنه قد استقام على أمر الله واستطاع أن يسبح على السير على صراط الله عز وجل، ينسب إلى نفسه ما قد وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. هذه المثل مثل أن تنسب إلى نفسك الأعمال الصالحة التي وفقك الله عز وجل إليها فتعتد بها، هذه تسمى دعاوي. أول مقصد ابن عطاء الله رحمه الله أن الإنسان لا يخلو من آفتين اثنتين، وربما اجتمعت فيه الآفتان معا. الآفة الأولى الوقوع في السيئات والانحرافات وتعرض لرشاش المحرمات المختلفة المتنوعة الكثيرة، هذه هي الآفة الأولى. الآفة الثانية أن الإنسان حتى لو استقام على أوامر الله ولو التزم أحكام الله عز وجل يقع في آفة أخرى، وهي أنه يتباهى بتوفيق الله عز وجل له، يتباهى بصفاته
السليمة السنية التي متعه الله عز وجل بها. إن أنفق شيء من المال يعتد بما فعل، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى لشيء من النوافل، قيام ليل، مجلس ذكر، تلاوة قرآن، حفظ كتاب الله، يعتد بهذا الأمر. إن يسر الله عز وجل له سبيل الدعوة إلى الله أن يجلس مجالس النصح والإرشاد، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لا يبالي بغضب من يأمرهم أو ينهاهم، تجد أنه يعتد بنفسه. هذه هي آفة ثانية. فالإنسان لا يخلو من إحدى هاتين الآفتين. النتيجة ما هي؟ هذا الكلام. لو أنك لا تصل إلى الله إلا بعد فناء مساويك، يعني إلا بعد أن تتحرر من سيئاتك كلها ومحو دعاويك، وبعد أن تتحرر من ادعاءاتك، لن تصل إلى الله أبدا. لماذا؟ لأنك لن تتحرر من مساويك، ستظل معرضا للمساوي، ولن تتحرر من دعاويك أيضا، ستظل معتدا بنفسك. فإذا توقف وصولك إلى الله على أن تتحرر من هاتين الآفتين، والله إذن لن تصل إلى الله، لأن هاتين الآفتين لن تتحرر منهما أبدا. ما الدليل؟ من منا أيها الإخوة يستطيع أن يقول أنا متحرر من المساوئ، أنا ملتزم أوامر الله تماما، لا أنحرف عن أوامره يمنة ولا يسرة، لا أرتكب ولم أرتكب يوما ما أي شيء محرم، ولم أقصر في واجب كلفني الله عز وجل به، أنا دائما ملتزم أوامر الله بعيد عن النواهي التي حذرني الله منها. هل فينا من يستطيع أن يدعي لنفسه ذلك؟ أبدا. كل بني آدم خطأ، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. وهذا معنى قوله عز وجل ضعيفا في قوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. إذن فليس فينا من يستطيع أن يتحرر من مسائئه، يرتكب المحرمات الكبيرة لكن يتعرض لرشاش المحرمات الصغيرة، يمكن يأكل مال حرام يتعرض لهذا، يمكن يجلس فيغتاب الناس في بعض مجالسه، وما أكثر ما يحصل هذا. يمكن أن يعني يحتضن قلبه البغائم والأحقاد والحسد، وهذا من أخطر أنواع الآثام، لكن الخفية التي لا تجل لا تظهر ولا تستبين. ما في إنسان يستطيع أن يزعم أنه قد تحرر من المسائل الظاهرة والباطنة نهائيا. اللهم إلا الأنبياء والرسل فهؤلاء معصومون كما علمنا. طيب الدعاوي، هل فينا من يستطيع أن يزعم أنه متحرر منها؟ عرفنا ما هي الدعاوي. أنا الآن أقامني الله عز وجل في هذا المجلس وأقوم بهذا الذي أقوم به. طيب بعد قليل سأشعر بأنني يعني أتصف بشيء لا يتصف به غيري، وأنني أمتاز عن الآخرين بمزية لا يمتاز بها أحد من الناس. انظروا إلى هذا الحشد الكبير، أنا شيء مختلف عن الناس. هذه دعوة لا أستطيع أن أتحرر منها. زين من الناس أوتي أكرمه الله عز وجل بمزية الكرم، مثلا ينفق من ماله على الفقراء، على المحتاجين، على مشاريع الخير. نعم
تجد أن نفسه قالت له: أرأيت كم أنت كريم؟ من الناس يتصف بهذا الكرم؟ انظر إلى الآخرين الذين هم أغنى منك كيف يشحون؟ دعوا أكرمه الله عز وجل بأن جعله يستيقظ من الليل فيصلي ركعات قبل أذان الفجر، نفسه تلح عليه تقول: لا شك أنك من عباد الله الصالحين. هذه مزية اليوم قل من يتصف بها وقل من يكرمه الله بها، أنت شيء متميز عن الآخرين. قد تقول: لا نحن لا يعني نحدث أنفسنا بهذا الأمر، بل نحدث أنفسنا. والدليل هو التالي، الدليل على أننا جميعا نعاني من آفة الدعاوي، أنني إذا رأيت زيدا من الناس يقدح فيا ويجرحني وينسبني إلى بعض النقائص أتألم وأثور عليه، وربما وهذا هو الغالب أقوم فأدافع عن نفسي اتجاهه، عندما أجد من يقول لي: أنت مرائي، أنت تعاني من كذا وكذا، نعم أخلاقك رديئة، أنت تخطئ كثيرا فيما تقول، هذه العبارة التي قلتها ليست صحيحة وليست سليمة مثلا، نعم. عندما أجد من ينتقدني، الدليل على أنني أصحاب دعوة صاحب دعوة أنني أغضب من هؤلاء الذين يقدحون فيه، والعكس كذلك، عندما أجد من يمدحني ويثني علي أشعر بنشوة، أشعر بطرب، أشعر بذهول. نعم، هذه ظاهرة كلنا مبتلين بها، وهي إن دلت على شيء فعلى ما تدل؟ تدل على أننا أصحاب دعاوي. نعم، في الحالة الأولى نحن معرضون للمعاصي، نفوسنا أمارة بالسوء، وكثيرا ما تتغلب علينا في كلماتنا، في أفكارنا، في تقلباتنا، في أحوالنا، في سلوكنا. طيب أيوه، وإن استقمنا على أوامر الله عز وجل تأتينا الآفة الثانية. ما هي الآفة الثانية؟ الدعاوي. أنا فعلت وأنا متميز بالصفة الفلانية وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وإذا جاء من يستخف بي أو يستهزئ بي أو ينسبني إلى خطأ أو يقدح في سلوكي في عملي، يمكن الليل ما بنامه وأنا أخطط وأفكر كيف غدا سأناقش هذا الإنسان وأثبت له أنه مخطئ في اتهامي بهذا الذي يقول. إذن كلام ابن عطاء الله سليم، سليم في الجملة كما سنقول الآن عند التفصيل، ما النتيجة التي يريد أن يصل بنا إليها؟ طيب، إذن أنا مساوئي لا تفنى، أنا خطأ، وأنا أتحدث عن نفسي، وأنا لا أمثل، ما يظن واحد منكم أنني يعني أضرب مثلا، أنا والله أقول عن نفسي نعم أنا خطأ. طيب، إذن هذه الآفة. ثانيا، عندما يوفقني الله عز وجل لشيء من الأعمال الصالحة، لدعوة إلى الله، لعلم، لطاعة، تجد نفسي تنتفخ وتزهى، وأجدني أمام يعني حالي من الذهول، والناس إذا مدحوني أطرب، وإذا جاء من يذمني أتألم. طيب، هذه مسائلنا، مساوئ من ناحية ودعائي عند الاستقامة من ناحية تانية. طيب، إذا متى نصل إلى الله؟ ماذا يقول معطاء الله؟ والله لو ألاذ الله إلا بعد أن تفنى مساوئه تمحي دعائي لن تصل. ها؟
رهن المساوي والمكبلا بالدعاوي نفسك الأمارة منزولة. ومع ذلك فإن كثيرا منا يصل إلى كيف يصل؟ ها هنا محل الشاهد. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يجذب ويصل ويوصل إليه كثيرا من عباده. يا ترى هؤلاء الذين وصلوا إليه لأن تحرروا من مسائلهم كلها وتحرروا من دعائهم ثم وصلهم الله إليه؟ لا، اتفقنا الآن أنه ما في حدا منا يستطيع يتحرر من مسائله إلا بتنفي مسائله. لكن كيف وصل إليه؟ يقول إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه. وصفي العصيان، وصفي الانحراف، وصفي الخضوع لنفسي الأمارة بالسوء. فالباري عز وجل يستر قبيح وصفي بجميل وصفه. ما هو جميل وصفه؟ المغفرة، العفو، الصفح، الإحسان. نعم هكذا. إذا أراد الباري عز وجل أن يوصل العبد إليه يغطي قبائح وصفه بجميل وصف الله سبحانه وتعالى، وهكذا يصل من يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يكذب من يقول إنه جاهد وأنه تحرر من كل الآفات من كل المساوئ، يعني وكأنه بذل ثمن الوصول إلى الله، يعني إلى مرضات الله. من الوصول إلى الله؟ شو يعني الوصول إلى الله؟ يعني الوصول إلى رضا الله، أي شغلة كبيرة. ما في واحد بيقول أنا بذلت وتحررت من المعاصي والآفات والكل فأصبحت مؤهلا للوصول إلى مرضات الله، أبدا. هذا الكلام ذاته دعوة من الدعاوي. هذا الكلام يعني بيقول أنا سهرت الليل وعملت وصلت عن المحرمات وتنميت عم جالب نفسي وتنميت عم بحمي حالي من السيئات لحتى تأهلت وأم الله سبحانه وتعالى فتح علي. شو الدعوي؟ هاي هي الدعوي. معناته أنت عم تنسب إلى نفسك أنك أنت الذي بذلت وفعلت فاستحققت رضا الله عز وجل. أبدا، ما في واحد من نبي هذا الشيء. ومع ذلك ها نحن نجد أيها الإخوة المسجد ملان، وهؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس لم يجذبهم إليه إلا جاذب الهداية الربانية، بل أقول جاذب المحبة الإلهية أيضا. وجاذب المحبة الإلهية عنوان الرضا، رضا الله عز وجل عنك. طيب هؤلاء الذين جذبهم الله إليه كيف جذبهم إليه؟ بأي وسيلة؟ كلكم أصبحتم معصومين من المعاصي؟ أبدا، أنا أول واحد منكم. لا، كلكم أصبحتم معصومين من الدعاوي؟ أبدا، نفوسنا أمارة. لكن إذا كيف جذبنا الله إليه؟ هكذا جذبنا الله إليه بأن غطى صفاتنا السيئة بصفاته الجميلة، يعني غطى معاصينا بمغفرته، غطى سيئاتنا بصفحه بعفوه. نعم، وشدنا إليه ووصلنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين إليه. نعم، وإلا لو أن المسألة تتوقف على أن نطهر أنفسنا من سائر الأدران والمعاصي لن نصل إلى الله. نعم، هذا شأن الباري عز وجل. لذلك لا، الباري سبحانه وتعالى ما يصف عبدا من عباده إلا عندما ينعتهم
بالأعمال الصالحة وإمعتهم بالسلوك المستقيم دائما يبشرهم بماذا؟ بالمغفرة. يبشرهم بالمغفرة. طيب والعفو. طيب ليش حتى ما دام يمعتهم بالصلاح والاستقامة ليش المغفرة؟ المغفرة لمن بتكون؟ للعاصي. والعفو لمن يكون؟ للعاصي. ومع ذلك تتبع كلام الله عز وجل في مدحه عباده الصالحين تجد انه يبشرهم بمغفره. نعم يبشرهم بالعفو. ما الذي تفهمه من هذا؟ تفهم ان هؤلاء ليسوا مبرئين من المعاصي، ليسوا مبرئين من السيئات والافات والدعاوي، ولكن رب العالمين يغض النظر انجاز هذا التعبير ويصفح ويعفو. نعم هذا معنى قوله ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك السيء يعني بوصفه المغفرة العفو ونعتك بنعته فوصلك إليه يعني جذبك إليه بما منه إليك يعني يصلك إليه بفضل منه جاء إليك لا بعمل منك صعد إليه. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نعم وهذا هو شأن رب العالمين مع عباده. ما الدليل على هذا؟ نشوف الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهديكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أننا خطأون، دليل على أننا لا يعني نستطيع أن نسمو إلى صعيد الطهارة من الآفات والمعاصي كلها. الإنسان ضعيف وهذا قرار الله، هذه شهادة رب العالمين علينا وإلنا في الواقع إنكم تخطئون بالليل والنهار لكن سؤال وأنا أغفر الذنوب جميعا يعني أنا أغطي سيئات وصفكم بجميل وصفي وأنا أغفر الذنوب جميعا لكن أنت لما بتدعي باب لما تتذلل لما تسأل لما تدعو نعم لذلك قال فاستغفروني أغفر لكم أقبلوا إليك طلبوا من المغفرة ولسوف تجدون ألبيكم وأغفر لكم الذنوب جميعا. ولو قال قائل من الناس أنا عدت إلى نفسي فوجدت أنني لم أفعل طوال حياتي ذنبا أبدا خلاص أنا ما ارتكبت ما أدخل في هذا الكلام. شو بنقول له؟ بنقول له أنت وقعت في أسوأ السيئات. ما هو؟ الدعوة. الدعوة أنا ما ارتكبت ولا سيئة. لذلك ما في داعي أن رب العالمين يغطي وصف السيئ. ماني وصف سيئ. بوصفه الجميل يعني العفو ليش حتى يعفو عني؟ مين اللي يعني بيحتاج للعفو؟ المجرم. أنا ماني مجرم. مين اللي بيحتاج للمغفرة؟ الآثم. أنا ماني آثم. ها؟ هل هنالك دعوة أعرض من هذه الدعوة؟ والدعوة سيئة من أسوأ أنواع السيئات. طيب هنا الإشكال في عدة إشكالات من المسألة. أول إشكال يرد أيها الإخوة هو التالي. قد يقول فينا قائل صحيح يا أخي شلون يعني بدي يتخلص الواحد من الدعوة؟ أنا والعياذ بالله كنت تائها، كنت منحرفا، كنت بعيدا عن صراط الله، فكرت ونظرت فهديت إلى الحق والتزمت باختياري وبجهدي وبقرار من عندي. طيب أنا بعملي اخترت هذا، لم يجبني أحد إلى الهداية، ومن ثم فأنا اخترت لنفسي الهداية والرشد بعد أن كنت في التيه والضلال. كيف يعني بدي أقول إنه أنا مدعي؟ هيك هذا الواقع السطحي من أصحاب النظر المغفلين هكذا يقول أحدهم. ما الجواب؟ الجواب هو أن هذا الإنسان
الذي استقام على صراط الله من الذي أقدره على ذلك؟ الله. طيب. ألا تقرأ القرآن؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أليس كذلك؟ تقول أنا أقوم الليل وأترك مضجعي وأترك رقادي وأقف بين يدي الله، جهد بذلته الباري عز وجل سيصيبني على ذلك. نقول هذه دعوة. طيب كيف دعوة وأنا اللي قمت بهذا؟ ما الجواب؟ جواب هو من الذي نشطك لأن تقوم من مضجعك؟ من الذي أقدرك على أن تتحرر من رقابك؟ من؟ الله. والله لو لم يحدد لك الله القيامة لما قمت. واضح كيف؟ نعم. ولذلك أيها الإخوة الصالحون من عباد الله الذين يعني حررهم الله عز وجل من الدعاوي، عندما يجد الواحد منهم نفسه قد قام من فراشه في الليل واتجه إلى الميضة فتوضأ ثم وقف بين يدي الله، يذوب شكرا لله، يذوب خجلا من الله، لأنه يتصور أن هذا تفضل من الله عز وجل عليه. لو أن الإنسان أدرك الحقيقة لاتخذ هذا الموقف، هذه هي الواقع حقيقة، يعني لا شك في هذا ولا غير. قد يكون مجموعة من الإخوة ذاهبين إلى مزهى كلهم نائمين في مكان واحد في غرفة واحدة في كذا، واحد منهم أو بعض منهم قاموا من الليل واتجهوا يصلوا، البقية راقمون وربما يوقظونهم يحاولون أن يوقظوهم فيتقلبون ولكنهم يبقون نائمين راقبين. طيب ليش؟ في عناية من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يدرك هذه الحقيقة لا يقول يا رب ها أنا قد قمت أعبدك في جوف الليل فسجل لي من الحسنات ما أجده يوم القيامة عندما توقفني للحساب، سجل لي هذا الأجر اليوم. مستحيل تأتي الكلام، مستحيل. الشعور الآخر هو الذي سينتابك، تقول يا رب لا أدري كيف أشكرك أن أنقذتني في هذه الساعة لأقف بين يديك، لا أدري كيف أشكرك أن يعني بسطتني وجعلتني أتجافى من مضجعي لأقف بين يديك، وشو هالفضل هذا اللي افترنت علي فيه؟ شو هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. وأنا طبعا دائما بالمناسبة أذكر لكم قصة تلك المرأة المتعبدة الصالحة التي كانت تخدم في دار جماعة، فسمعها صاحب الدار تقول في سجودها بالليل في صلاة التهجد: اللهم إني أسألك بحبك لي أن ترحمني أن تغفر لي، إلى آخر ما كانت تدعو به. فاستنكر صاحب الدار هذا الدعاء ووجد أن هذا نوع من الدلال، شو يعرف أنه الله بيحبها؟ فلما أتمت صلاتها قال لها صاحب الدار: ويحك لا تقولي هذا، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي لما أوقفه، ولولا حبه لي ما أمطر. يعني الفضل كله لمين؟ بحبه لها جذبها إليه. ليس كذلك؟ المقترف عندما يز المعاصي أمامه وظاهر السيئات والانحرافات في ناظريه وينظر إلى مجلس كهذا المجلس فيجد فيه أنسة، لو أنه فكر لوجد أن الذي جره إلى هذا من؟ هو الله سبحانه وتعالى الباري عز وجل. لذلك كيف نمت تجي الدعاوي؟
عندما يتجه إلى الله ويصطلح مع الله عز وجل ويقبل إلى الله عز وجل لا يفتر لسانه عن شكر الله عز وجل، يعلم أن الذي جره إلى هذا النهج هو الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي ينسب إلى نفسه عملا ويرى أنه هو صاحب الفضل في هذا كاذب، ومن يسمى فهو مدعٍ، والمدعون متورطون في أسوأ أنواع المعاصي. لاحظوا ما قلناه بالأمس لأدي هنا أو في حديث تلفزيوني، لما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا، طيب بحسب الظاهر حسب مقياس أهل الدعاوي النبي دخل مكة فاتحا بقدرته العسكرية، لك دخل مكة فاتحا بعبقريته العسكرية بتخطيطه الدقيق، نعم فهو صاحب الفضل في هذا. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم هل كان يرى أن إن دخوله مكة فاتحا كان عائدا إلى هذه الصفات في نفسه؟ أبدا، معاذ الله، ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تذللا وانكسارا لله منه في يوم دخوله مكة فاتحا، ذاهل عن نفسه نهائيا، ولم ير أمامه إلا توفيق الله، إلا إكرام الله، بل أقول لكم إلا مغفرة الله عز وجل. لذلك عندما بدأ يخطب، شوفوا الكلام واضح أنه يعني إذا لو جاز لقلت سكران، منتشل بذل عبوديته لله وبفضل الله عليه، لا قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم، إلى من نسب هذا الأمر كله؟ إلى الله سبحانه وتعالى، خلص هو صفى لا شيء. نعم، طيب رب العالمين ماذا قال؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، عجيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الله يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا صنع سيدنا رسول الله؟ هذا الكلام هو الذي يقوله ابن عطاء الله. الباري عز وجل يوضح لنا أنه لا الرسل ولا الأنبياء ولا أحد من الناس يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الربوبية في عنقه أبدا، فكل الناس الرسل والأنبياء والآخرون مثقلة كواهلهم تحت أعباء من حقوق الربوبية. لو فرضنا أن أحدا منهم أراد أن يؤدي هذه الحقوق، شو بدي أدي؟ بالمئة أديش؟ بالألف؟ بالمليون أديش؟ لم يستطيع أن يؤدي شيئا. فعندما يكرم الله أحدهم، عندما يكرم رسولا من رسله، عندما يكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوفيق، فهذا الإكرام نوع من المغفرة، نوع من العفو، نوع من الصفح. نعم، لذلك قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. شو مسوي هو الواحد منا؟ إذا قيل لزيد من الناس ينبغي أن تستغفر الله كل يوم 70 مرة، أكيد في الناس من يقول ولماذا ما عصيته اليوم حتى أستغفره وأنا ما سويت شيء؟ هكذا يتصور الواحد منا، وهذا هو حال الإنسان الغريق في الدعاوي. أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في إنسان على وجه الأرض أدى حقوق الربوبية، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لاحظوا أنا لا أعني بهذا الكلام أن الأنبياء والرسل يعصون الله، المعصية شيء والتقصير في أداء حقوق الربوبية شيء آخر.
الأنبياء معصومون عن المعاصي والآثام كلها. طيب، هل هذا يعني أنهم لم يعودوا مقصرين في أداء حقوق الربوبية؟ لا، الباري عز وجل حقوقه علينا لا حد لها، لكن ما كلفنا تكليف إلزامي أن نؤدي كامل حقوقه علينا، من ندير؟ وإنما جعل الواجبات قليلة وجعل المحرمات أيضا قليلة بالقدر الذي يضرنا نحن فردا أو مجتمعا. طيب، فالمعاصي بالنسبة لحقوق الله قليلة، الأنبياء والرسل معصومون من المعاصي، لكنهم في الوقت الذي عصمهم الله من المعاصي هل يسر لهم أداء كامل حقوق الله عليهم؟ لا إطلاقا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل أكثر الليل وتتورم قدماه، فربما عاتبته السيدة عائشة أو سيدنا بلال في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أبو بكر، إنه ليش كلل أنت وأنت يعني لا لك عاصي ولا كذا، ما يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنا مثقل بالحقوق بدي أدي شيء شيء من الحقوق اللي علي، أنا ما بقدر أدي الكل، أقل مراتب بدي أدي شيء من هذه الحقوق، وهذا منطق من الرسل والأنبياء، فكيف يكون أحدنا؟ نحن بالإضافة إلى أننا مقصرون في أداء حقوق الربوبية فإننا أيضا منغمسون في المعاصي أكيد، ومنغمسون في الدعاوي أكيد، كما قلت لكم وذكرت الدليل على هذا. ومع ذلك فإننا نشعر أن مولانا سبحانه وتعالى يتجلى علينا بألطافه، يجذبنا إلى ما يرضيه، يجذبنا إلى مثل هذا المجلس، يقيمنا في مثل هذا العمل الذي يدل إن دل على شيء يدل على رضا الله سبحانه وتعالى. أنا لا أشك أن هذا الذي أقامني الله عز وجل فيه دليل على نوع من رضا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا ما لي أهل لهذا الرضا، الفضل منه وإليه، الفضل كله منه وإليه، فلا شك في هذا ولا ريب، وكلنا ينبغي أن نكون هذا الرجل. في إشكال آخر أيضا قد يرد، ابن عطاء الله يقول لو أنك لا تصل إلى الله إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه. لمن هذا الخطاب؟ للناس جميعا. طيب السؤال، أليس في الناس من محيت مساوئهم ومن تحرروا من الدعاوي؟ يعني مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى الربانيين الصالحين من عباد الله عز وجل، إذا أردنا أن ننظر إلى كثير من أصحاب رسول الله، إذا أردنا أن ننظر مثلا إلى أمثال فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، بشر الحافي، هؤلاء كلهم يعني إن عندما ننظر إليهم أين هي الدعاوي؟ والله ما في دعاوي، وكلما ازدادوا قربا من الله ازدادوا شعورا بحقوق الله عليهم، وازدادوا شعورا بأن الله هو الذي تفضل بذلك عليهم. فكيف بعمل ابن عطاء الله بيقول عن الإنسان؟ شو الجواب؟ الجواب هذا أفضل ما يمكن أن نقول، يعني شأن الإنسان هكذا، مثل قول الله تعالى وكان الإنسان كفورا، مثل نعم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مثل، بحسب الظاهر أنه هذا شأن الإنسان، يعني كل إنسان، لا يعني شأن غالب الناس هكذا، شأن أكثر الناس هكذا، وهذا كلام ابن عطاء الله من هذا القبيل. وإلا ما في إنسان معصوم عن السيئات، لكن قد نجد أناسا تحرروا من الدعاوي المعاصي، ما في إنسان إلا والباري عز وجل أذله بالوقوع في بعض العصيان، لكن الدعاوي في ناس حررهم منها، سيدنا فضيل بن عياض
عندما ندرس ترجمته نجد أن هذا الإنسان كان ذائبا في وجود شيء، في رؤية شيء واحد، فضل الله عز وجل عليه. دائما يرى نفسه مثقلا مثقلا بحقوق الله وبفضل الله وبآلاء الله وبكرم الله، ودائما كان يرى أنه هو المقصر. كيف بدي أقول أنه هذا كان صاحب دعاوي؟ لا، ابن عطاء عم يحكي لأمثالنا نحن. وقد قلت لكم أنه عندما حج فضيل بن عياض ذهب ماشيا حاجا إلى بيت الله الحرام، وقف يوم عرفة ينظر إلى السماء واضعا خده على راحته، يبكي ساكتا شاردا متفكرا. وعندما أقبل المساء ودفع القوم من عرفة متجهين إلى المزدلفة قال الكلمة التالية، نظر إلى السماء وقال: واخجلتاه منك يا ربي ولو غفرت لي، واخجلتاه منك ولو عفوت عني. يعني طبعا لما بيعفو عني لسه بخجل منه أكثر. ليش؟ لما عرفان حالي شو مساوي ومقصر وما يمدي واجباته، وجاء لي الله أنا غفرت لك، قديش بخجل منه؟ شايف كيف؟ نعم، هكذا كان شأنه. سيدنا عبد الله المبارك حياته كلها حياة عجيبة، وكان دائما يتقلب في ذل العبودية لله عز وجل، رغم أنه ربما كان في عصره أغنى الأغنياء. عندما شعر أنه قد يعني دنا الموت منه وبدأ يدخل في النزع، كان مسافر، كان في منقطع في صحراء، قال لخادمه الذي كان معه: ضع رأسي على التراب. فتوقف خادمه يعني وتحفظ، قال: أقول لك ويحك، ضع رأسي على التراب، يعني خلي هيك رأسي وشي بين التراب. فسأله خادمه: لماذا؟ قال: أقول لك ويحك افعل، فإني قد سألت الله عز وجل أن يميتني ميتة الفقراء، نعم، وأن لا يجعل جبهتي من جباه الأغنياء، نعم. طيب، وهذا واحد بهذا الشكل كيف رحل إلى الله؟ رحل إلى الله وهو ينتظر فضل الله. وين الدعاوي؟ لكن هذول الموجودين. وقد قلت لكم إن أحد الصالحين عندما توفي رآه صاحب له وهو كان أيضا من الصالحين، قال له: ماذا صنع الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ وين حسناتك وأعمالك وطاعاتك؟ فقلت له: يا رب، أنا عبد مملوك، أنى لي أن آتيك وأنت مالكي وسيدي بشيء؟ العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. أنا جئتك بيدين خاويتين أطلب منك. واضح كيف؟ كان طبعا ما قال هذا الكلام بعد أن رحل إليه إلا وقد في عنه مليئا بهذا المعنى، دائما يرى من الله والتوفيق من الله والعلم من الله سبحانه وتعالى. الآخر نتبينه في قوله: ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه. معنى ذلك أنه ممكن أن يريد وصولك إليه ويمكن أن لا يريد. طيب يا ابن عطاء الله، من هم الذين يريد الله أن يوصلهم إليه والذين لا يريد؟ وما ذنب الذين لا يريد الباري أن يوصلهم إليه؟ ما دام الكل مغموسين بالسيئات والكل غير مبرئين من الدعاوي، يعني الأكثر كما قلنا الآن، طيب من هم الذين يصطفيهم الله فيوصلهم إليه إلى مرضاته والذين يتركوهم؟ في عنا جوابين. الجواب الأول هو الجواب الذي ينبغي أن ننطلق منه كمعتقد. ما هو؟ هو أن الله عز وجل له أن يصطفي من عباده لرحمته من يشاء، وأن يهمل من عباده لعذابه من يشاء. نعم،
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بعدين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يجب أن نعلم هذا بعقيدة. وتلك هي عبودية الإنسان لقيوم السماوات والأرض. هذا مظلم. طيب ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الجواب الأول. ينبغي أن نوطن أنفسنا على هذا. أقول يا رب يعني لو أنني ملأت حياتي كلها عبادة وطاعات وسجود وقراءة قرآن وابتعدت عن المعاصي كلها وصمت عن الأوزار كلها ثم إنك زججتني يوم القيامة في نارك لك العتبة يا رب. أنا والله ما بك علي شيء. أنا ملكك تفعل بي ما تشاء. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد. وهذا رأس مال الإنسان. لازم إذا وصل الإنسان إلى الله عز وجل ينبغي أن يوطن نفسه أن كل طاعته كل سخاؤه كل أعماله بالعالمين ويقول لقد قضيت بأنحش وجهنم خلاص له الحمد على كل حال. ارتقى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. هذه الآيات من شأنها أن تغرس فينا هذه العقيدة. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا طيب أطعت ليش عم تظلمني لك أنت عم تقيس رب العالمين على الناس اللي مثلك. ربك بيفعل فيك واللي بده. أنت مملوك مملوك بمعنى الكلمة يعني ما في أصلا مملوك لمعنى غير العبد للرب ما في غير. نعم. الجواب الثاني على الرغم من أن الله يفعل ما يشاء كما قلنا وكما ذكر في محكم تبياني لكن عادة رب العالمين أن العبد الذي يخطو الخطوة الأولى إليه يجذبه إليه بخطوات من عنده وكأنه يقول له أنت عليك بس خطوة واحدة اخطوها وأنا علي الباقي. مش شو هي الخطوة اللي بده يخطوها العبد؟ مش بيملك العبد شيء؟ العبد ما بيملك شيء لكن ربي عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه مفطورا على فطرة الإيمان. الروح التي سكبها بين جوانحه روح هابطة إليه من علياء الربوبية روحه دائما تحن إلى الله حتى لو كانت هذه الروح في جسد واحد ملحد. فالإنسان رب العالمين لما خلق له العجينة وخلقه من أول ما خلقه هيئه لإيش أكثر شيء؟ هيئه للتوجه إلى الله وغرس في نفسه في كيانه النفس الأمارة بالسوء والغرائز ونحو ذلك. ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى أن أعود إلى عقلي وأعود إلى هذه الفطرة التي في كياني فأتخلى عن الكبر وأتخلى عن العناد وأقول في نفسي سأتجه إلى الحق الذي يتراءى لي ولسوف أتمسك جهد استطاعتي بالحق الذي أدركه ولن أحجب نفسي عن هذا الحق بعصبية ولا بهوى ولا بشيء. نعم هذه هي الخطوة الأولى. هي مو خطوة هي عبارة عن قرار منك. إذا رأى الله عز وجل أنك لم تضع كبرك حاجبا بينك وبين هذاك ووضعت نصب عينيك أن تنقل الحق حتى لو كان الحق يقول ما في إله. الحق شو هو أنت تتبعه؟ طبعا الحق راح يقول لك في إله وأنت عبده. عندما يرى منك هذا الحال يجذبك إليه. الخطوات الثانية منين؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم لذلك إذا دنا العبد إلى ربه نعم خطوة دنا الباري عز وجل إليه ذراعا وإذا دنا إليه ذراعا أقبل الله عز وجل إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أخيرا لن يساب الله الفضل دائما عليك لله عليه
إنسان حجب عن الليل العناد أبدا، أعطى الناس إذا حطم كبرياءه وأراد أن ينتظر معرفة الحق يقول له الله أقبل إليه تعال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم، والوقت يضيق عن متابعة هذه الحكمة، لعلنا نعود إليها في درس آخر إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله عز وجل الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا أذلاء منكسرين خاضعين مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، مترامين على أعتاب كرمك، ملتصقين بباب رحمتك. قد بسطنا إليك أكف الضراع، وقد علمنا أننا لا نملك لأنفسنا يا مولانا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مواصينا بيدك تصرفها كما تشاء. أسألك اللهم أن تأخذ مواصينا إلى ما يرضيك وأن تصرفها عما لا يرضيك. اللهم إنا ضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بمواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنا عبيدك نؤمن أنك تفعل بنا ما تشاء، تتصرف بنا كما تريد. لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب حتى ترضى، وما عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا وأزواجنا، وعافنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين أن تعطي كل منا في هذا المجلس سؤلة على ما يرضيك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم من سئل وأكرم من أعطى. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا جئنا نستشفعك بعبوديتنا لك، لا نملك أي، فارحمنا بعبوديتنا لك بملوكيتنا لك يا رب العالمين، غنيا عن عذابنا ونحن فقراء لرحمتك. فاللهم اغفر لنا ذنوبا استرنا عيوبنا، وتقبل منا ما وفقتنا إليه من صالح الأعمال هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة مستشفعين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، نسألك اللهم سؤال عبد واجف ذليل منكسر يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مضطر لائذ ببابك. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نستنزل نصرك، اللهم إنا نستنزل كرمك وجودك. اللهم إنك غيور، نسألك بغيرتك على دينك أن تهلك أعداءك وأعداء دينك عاجلا غير آجل. اللهم أهلك اليهود فإنهم أعداؤك وأعداء دينك، اللهم أهلك أعوانهم، اللهم أهلك من يمدونهم بالقوة يا رب العالمين. اللهم أعن عبادك المستضعفين الأذلاء المظلومين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن في عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين يتامى وأرامل وأطفالا يتموا وبيوتا حطمت وأسرا شردت
وأنت المطلع، وأنت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين. فيا من هو أرحم بعباده من الأم بوليدها، يا ذا الجلال والإكرام، إننا نستنزل رحمتك بعبادك المستضعفين المظلومين. اللهم ارحمهم بنصرك لهم، اللهم ارحمهم بتأييدك لهم، اللهم ارحمهم بإهلاكك لأعدائهم بخارقة من خوارق نصرك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ملتصقون ببابك، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. لن نبارح بابك، لن ندع بابك، لن ندع باب كرمك وجودك. سنظل نلحف بالدعاء، وسنظل نكرر وجهه، وسنظل ندعوك دعاء المضطر المنكسر الذليل، منتظرين استجابتك، منتظرين كرمك وجودك، واثقين من انك تستجيب وانك تعطينا سؤلنا يا رب العالمين. نسالك بعبادك الشعث الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لابررت قسمه، نسالك بحبك لعبادك الصالحين الذين احببتهم فاحبوك، نسالك بعمل ما من اعمال الصالحه التي وفقت اليها عبدا من عبادك الصالحين فقبلته، نسالك بذلك كله الا استجبت دعاءنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعناك دعاءنا ورجاءنا وامالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في امالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.